طبعا ضمن المستطاع والمتاح، هذه الجملة التي نكررها دائما في ظل ظروفنا السورية بشكل خاص والعربية بشكل عام. معنا للحديث أكثر عن الموضوع الدكتور مأمون المبيض، الاستشاري النفسي من إيرلندا اليوم. صباح الخير دكتور. صباح النور سيدي ولاء. بداية بدي رحب فيك عن جديد، ودائما سعيدين بانضمامك لنا ضمن مساحتنا النفسية الأسبوعية بصباح سوريا. وخليني أسألك مباشرة، لماذا اكتئاب الشباب يصنف على أنه خطير؟ الاكتئاب بشكل عام خطير، ولكن اكتئاب المراهقين أو الشباب لماذا يصنف على أنه خطير؟ شكرا لك سيدي ولاء. اسمحي لي بنقطتين سريعتين قبل أن أجيب على السؤال. النقطة الأولى، ندعو بالفرج لأهلنا في غزة وعموم فلسطين، وأهلنا في إدلب وعموم سوريا. أكيد. النقطة الثانية، ما أشرت إليه في البداية أنه اليوم 10 من أكتوبر 2021 اليوم العالمي للصحة النفسية، والإشارة هنا أنه الشعار هذا العام اليوم العالمي للصحة النفسية أن الصحة النفسية حق إنساني عالمي. وكما أشرت سيد ولاء في تقريره، يعني أنه الموضوع مو موضوع رفاهية، وإنما هو حق من حقوق الإنسان ومنهم المراهقين. لماذا، عودة إلى سؤالك، لماذا يعني اكتئاب المراهقين أمر خطير؟ أكثر من سبب، سأذكر 4 أسباب. السبب الأول أنه الاكتئاب هو بحد ذاته يعني أمر خطير عند الكبار، فما بالنا عند الشباب أو اليافعين. الأمر الثاني، ما أشار إليه التقرير، أنه نسب الحصول، يعني يحدث الاكتئاب عند الشباب 1% الذين أعمارهم من 10 إلى 14، وترتفع النسبة 3% من هم بين 15 و19 سنة. الأمر الثالث والهام جدا في خطورته، أنه يصيب الشباب وربما يؤثر على مستقبلهم، بل مستقبل جيل كامل، لأن الاكتئاب قد يدفع المراهق إلا ترك التعليم بسبب ضعف التركيز والانتباه، الوصمة الاجتماعية، وربما يؤدي إلى إيذاء النفس والانتحار. الأمر الرابع والأخير، أنه معظم الاكتئاب عند اليافعين والمراهقين والشباب غير مشخص وغير معالج، لأسباب ربما نذكرها أثناء النقاش. أكيد أسباب كثيرة دكتور. كمان خلينا نحكي بشكل موسع عن الأسباب اكتئاب المراهقين. في يمكن عوامل تكون وراثية، عوامل مجتمعية، طريقة التربية، ونحن نعرف أنه بهي الفترة تحديدا بيكون الطفل أو الشاب المراهق أصلا عنده خربطة هرمونات، وعم بينتقل من مرحلة الطفولة إلى الشباب، وفي كتير تعقيدات بهي المرحلة. فخلينا نحكي عن الأسباب بشكل موسع. أول شيء عجبتني كلمة خربطة. ايه، خربطة حرفيا، خربطة الامور وتداخلها. يعني انا اشرت اكثر من مره انه نحن في الطب النفسي نتناول الموضوع بثلاثي، بايو سايكو سوشيال، العوامل البيولوجيه والعوامل النفسيه والعوامل الاجتماعيه. العوامل البيولوجيه، الوراثه بتلعب دور كبير في الاضطرابات النفسيه ومنها الاكتئاب. ما معنى هذا؟ اي انه اذا كان هناك قصه اسريه، الوالد من طرف الوالد أو من طرف الأم في معاناة من الاكتئاب أو اضطرابات نفسية أخرى، فهذا بيرفع درجة الخطورة. الأمر الثاني اللي أشرت إليه اللي هو الأمور النفسية، يعني المراهق مو ناقصه، يعني لأنه يحاول أن يجد قدميه في هذا العالم السريع المتسارع، فلذلك قد يتعرض لمشكلات داخل الأسرة، التفكك الأسري، يتعرض للتنمر، يتعرض لسوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية، كل هذه الأمور. وغالباً طبعاً العوامل الاجتماعية تلعب دور، قضية الوصمة، قضية صعوبة أن يتحدث المراهق ويطلب المساعدة أو العلاج. عادة مثل ما قلتي، هالأمور كلها بتكون من خربطة عند المراهق.
هلا كمان في فكره انه نحن بمجتمعاتنا العربيه للاسف موضوع الحوار شوي مفتقد، يعني يمكن بيساعد انه نشخص او ننتبه اكثر لما يكون في وعي باهميه الحوار مع الطفل ومع المراهق لحتى نحن اصلا نقدر نلقط اذا كان في اعراض اللي بنحكي عنها بعد شوي، واضافه الى خربطه الهرمونات واثبات الشخصيه والعناد وكل ما نرفقه مع المراهقه، حتى نحن نميز ما بين انه هل هذا الطبيعي او غير الطبيعي. خلينا نحكي عن اعراض اكتئاب المراهقين العاطفيه، كيف نحن نعرف انه هذا اللي عم يعانيه هو او اللي عم تعانيه الصبيه او الطفله هو اكتئاب وليس تخبطات طبيعيه ممكن تمرق فيها؟ سؤال جميل. كمان الاعراض ننظر لها عن طريق الثلاثي البيولوجي والنفسي والاجتماعي. الاكتئاب ليس داء صامت وإنما له أعراض واضحة، يعني مثل ما بيقولوا تقلع العين، بس ولكن لمن ينتبه إليها فهناك أعراض بدنية، يعني ضعف الشهية للطعام، تغير في سلوكه، نقص وزنه. تغير في السلوك، خلينا نشرحه شوي دكتور أكثر ولو قاطعتك، يعني تغير بالسلوك نحن عم نحكي فورا من روح مراهق يعني بده يصير عدواني، ربما العكس تماما يصير معه أو معه. صحيح، يعني المراهق الصامت المنسحب المنطوي على نفسه بين قوسين المسالي، يعني مو لازم يكون عنده عنف، قد يكون مؤشر للاكتئاب ضعف التركيز وربما ترك التعليم، وجود مشكلات سلوكية داخل المدرسة أحيانا قد تكون هي من أول مؤشرات اكتئاب اليافعين، أحيانا زيادة سلوكيات عالية الخطورة. طبعا المراهقين بشكل عام عندهم شيء من سلوكيات عالية الخطورة، يعني يخاطرون، يعني اسمحي لي، حتى يعني الدخول في الثورات والمظاهرات هذا يعني يجذب الشباب أكثر من غيرهم لأسباب متعددة. إيذاء الذات، يعني ما في مراهق ينتحر بصمت وإنما بيعطي مؤشرات متعددة ولكن علينا نحن أن ننتبه إليها. فأعراض الاكتئاب شيء من الحزن، شيء من اليأس، شيء من عدم رؤية المستقبل المشرق. وأنت ذكرتي كلمة حلوة في البداية، يعني الشباب المفروض سن الحيوية والنشاط والأمل والتفاؤل والأقدام وكل هذه الأشياء، ولكن الاكتئاب يعطل كل هذه الأمور. تجدي الشاب المراهق المكتئب منسحب منطوي على حاله، ما عنده رغبة يفعل شيء، ربما يؤذي نفسه بأشكال مختلفة وقد تصل إلى الانتحار. خلينا نحكي عن، ما بعرف إذا معي حضرتك يمكن بتفضلوا أنه ما نذكر طرق الإيذاء حتى ما نعممها تكون يعني اللي مو خاطر له الفكرة تخطر له، أو الأكثر شيوعا خليني أقول اللي يعني فيني أقولها هيك بضمير مرتاح، أنه نحن بنشوف بعض المراهقين والمراهقات عم يستخدموا مثلا يشطبوا الإيد أو في يعني سلوكيات تدل على محاولات لإيذاء النفس بشكل عميق، والمجازفة يعني حتى قيادة السيارات بسرعة عالية، اختيار ألعاب خطرة يلعبوها. فهل هي السلوكيات لازم تكون مؤشر للأهل أو للمحيط أنه ربما يقوم المراهق بإيذاء نفسه، أو ربما تكون عرضية؟ كمان نحن اليوم محاصرين بسوشيال ميديا، محاصرين بتيك توك، محاصرين بنماذج للأسف عم تسهل وتهون هي الأفعال. فشو هي اللي بنقدر نذكرها اللي تعطي ضوء أحمر للأهل أنه لازم ينتبهوا أنه هذا المراهق أو الشاب أو الطفل مهما كانت تسميته ربما يتجه لإيذاء نفسه بشكل عميق أو حقيقي؟ سؤالك عميق سيدي، وفيه جانبان. الجانب الأول، كان يعتقد من 20-30 سنة أنه الأفضل لا نسأل المكتئب عن الأفكار الانتحارية خشية أن نوحي له بهذا الشيء وهو ما فكر فيه. هذا المفهوم خاطئ. تبين أنه إذا لم يكن كل، معظم الذين انتحروا كانوا مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو طبيب أسري عادي، ولكن لم يسأل عن الأفكار الانتحارية. التفكير بالانتحار ليس أمر بسيط مثل شراء قميص،
اي والله شكرا اوحيتيني، يعني ما خطر ببالي هذا الموضوع. لذلك يجب ان نسال. الجانب الثاني من سؤال، ما هي المؤشرات التي يجب ان تنبه الاباء؟ تغير عام بمزاج المراهق، انطوائيته، انسحابه، ان يتحدث بكلام يوحي باليأس بالموت، انه مثلا يقول شو فائدة الدنيا، يا ريت الله ياخذ امانته، او يقوم ببعض المحاولات مثل ما اشرتي، يعني يجرح نفسه الجلد، يعني بأظافره على الجلد. طبعا هون يجب ان نفرق، وهون خبرة الطبيب النفسي بين من يقوم بهذا كصرخة استغاثة يريد يعني أن يأخذ انتباهنا لموضوع ما في حياته، مثلا أن يكون متعرض للتنمر أو لسوء المعاملة أو الأبيوز أو كل هذه الأشياء، وبين من هو حقيقة يعني يفكر بالانتحار. أنا كطبيب نفسي عندما أجد إنسان شاب أو أدب راشد عنده بعض هذه السلوكيات، يجب أن أفرق، أنه مثلا أقول له سأعطيك موعد شوفك بعد شهرين أو بعد أسبوع، أو بقول له ما بتطلع من عندي من العيادة وإنما مباشرة إلى قسم الطوارئ وأدخلك المستشفى، لأن هون تأتي الخبرة في تقييم مدى خطورة هذه السلوكيات وهذه الأفكار. ربما كمان هون بما أنه معنا مساحة شوي لنحكي عن اكتئاب الشباب، في أسباب خارجة، نحن يعني بسوريا تحديدا خلينا نقول وبالعالم العربي بشكل عام، الأزمات اللي على عاتق الأهل وعلى الشباب كبيرة جدا منهكة، يعني من الصبح مع فنجان القهوة مع العائلة، في عنا سعر فنجان القهوة قديش، موضوع العجز المعمم خلينا نقول بين السوريين، رغم أنه عم يحاولوا ويحاولوا، لكن يمكن بعمر الشباب بيكون مفهوم العجز لما بيتكرس هو اللي بيؤدي بشكل رئيسي، لأنه في شغلات أكبر منا كل الوقت عم بتكون يعني ما أنا بإيدنا ولا بإيد أولادنا تماما، يعني هذا هلا بيظل هي كل الضغط هذا، لسه في أهل بيرفعوا توقعات من الشباب، وبرأيي الشخصي جدا أنه طلب توقعات كبيرة من الشباب بعمر المراهقة، إن كان مثاليتهم الاجتماعية وإن كان تحصيلهم العلمي، وخاصة بهي الظروف. ما بعرف إذا تتوافق معي بأنه ربما تكون سبب لتفكير أو الاكتئاب أو ربما تفكير بالانتحار. سؤال جدا جيد، لأنه المراهق أكثر ما يحتاج إليه هو شخص حاسس بمشاعره. يعني لسان حاله يقول، يعني أنا مو ناقصني، يعني حتى الآن لو سمحتي لي، ما تعرضت له إدلب من قصف وما تتعرض له غزة من قصف، هذا كله يؤثر علينا جميعا، فكيف بالشباب واليافعين المراهقين؟ نأتي فوق كل هذه الضغوط بالإضافة للتيك توك والسوشيال ميديا والنماذج المثالية التي تعرض، بينما يواقع يعني يدرك الفجوة الكبيرة بين ما يشاهده على السوشيال ميديا وبين واقعه المؤلم، سواء الفقر أو الحاجة أو العنف أو كل هذه الأشياء، أو القصف ثم يأتي بشكل مباشر، أو القصف نعم، ثم يأتي أحد الوالدين ويعني يطلب منه صورة مثالية، هذه تدعو الشاب إن يلي ما فكر بالانتحار إنه يفكر بالانتحار. لذلك حقيقة يعني أعود إلى نقطة إنه المراهق أكثر ما يحتاج إليه إنه أجلس معه وأشعر إنه أنا على الأقل حاسس بأحاسيسه وأنا واقف داعم له ومشجع له أمام كل هذه الضغوط التي يتعرض إليها. هلا خلينا ننتقل لمرحلة الأهل، ونحن كأهل انتبهنا بطريقة ما، لأنه المراهق أو الابن أو الابنة يعانون من اكتئاب. أول شيء لازم نعمله بعد ما انتبهنا لبعض الأعراض أو ربما جميعا، شو لازم نتصرف معه؟ هل نجي نقول له أنت عندك اكتئاب فورا، أو كيف الطريقة؟ لا أول شيء لازم نشرب فنجان حسب سعره دكتور لازم نشرب فنجان قهوة، بمعنى يعني ما نقبل على الموضوع ونحن متوترين أصلا. إذا نحن متوترين
يعني المراهق يقول لحاله خلص معناتها اذا هن وحاسين متوترين مو بس متوترين رح وحاسين بذنب، وانه نحن لو كنا اهل مناح ما كان اكتئب ابننا، او جايين نعاقبه لانه نحن اهله الكثير مناح وهو اكتئب. يعني دائما في تعقيدات بمجتمعنا، يعني انا بحب نحكي فيها موسعا، لانه للاسف بنكون رايحين نخدم، رايحين نعمل شيء منيح، بس الطريقة ربما أو الدافع بيكون يعني بيؤدي لنتائج كارثية بعض الأحيان. فنشرب قهوة أحسنتي. أول شيء أحسنتي، يعني حسن القصد والنية ليست لحالها تكفي، لابد أن يكون تصرفنا صحيح. النية لحالها لا شك كل الآباء والأمهات نيتهم حسنة، ولكن التصرف قد يكون خاطئ. هنا ماذا أفعل معه؟ هون في نقطة لو سمحتي لي سيدي ولا، قبل ما أكتشف الاكتئاب عند أبنائي يجب أنه أكون متعايش معهم أصلا. يعني ابني أو بنتي المراهقة يجب أنه أكون يعني مثل ما بقول أنا عبارة، يعني كأنه كتاب مفتوح أقرأه، وهذا يأتي من خلال المعايشة والاحتكاك. لذلك وقت بيحصل اختلاف وبيحصل إصابة بالاكتئاب أدركه وأشعر به مباشرة. هون ماذا نفعل؟ لابد من الجلوس والحديث الهادئ مع المكتئب، ونطرح عليه أسئلة مفتوحة النهاية بنسميه. يعني ما قال له أنت مكتئب، لأنه إذا قلت له هل أنت مكتئب الجواب إما نعم أو لا، وقد يعني يضطر يكذب علي ويقول لي لا. على فكرة هون في نقطة هامة، المراهق أصلا هو محاسس بنفسه، هذا قد ما عنده فكرة. لذلك برامج توعوية مثل هذا، وأنا أشكرك أنك تخصصي كثير يعني فقرات للصحة النفسية، مفيدة بحيث أنه حتى المراهق يدرك هذا. بدل السؤال أنه هل أنت مكتئب أو غير مكتئب، بسأله كيفك بهالفترة الأخيرة؟ شايفين؟ هذا سؤال مفتوح النهاية، بيساعد أنه المراهق يحكي ربع ساعة نص ساعة ممكن يحكي. حتى عندما يتكلم وينتهي لا أعتبر أنه كلامه انتهى. هذه أنا نقطة أدرب عليها الأطباء والأخصائيين النفسيين الجدد، أنه وقت بتطرح السؤال والشخص يعني أجاب ما تكتفي، قل له وشو كمان وماذا أيضا. نجد في معظم الحالات يعود يزيد في الكلام ويشرح أكثر عما يدور فيه في نفسه. أسأله عن نومه، أسأله عن شهيته للطعام، أسأله عن مزاجه، أسأله عن علاقاته داخل الأسرة أو الجامعة إذا كان في الجامعة، أو في مهنتي إن كان ترك التعليم. أقترب منه شوي شوي حتى أقترح عليه فكرة أنه يبدو في أمور مزعجة لك ونحن ندرك هذا، ما رأيك نتحدث مع أخصائي أو طبيب نفسي؟ هم مرحلة الإقناع بأنه نحن نشوف طبيب نفسي. هلأ أنا لسه متذكرة قليلا مراهقتي، فماما كانت تسحب مني الحكي لما تقلي شي صار معه. يعني أنه أنا لما كنت بعمرك كنت عم حس هيك وصار معي الموقف الفلاني وزعجني. ربما هذا المفتاح يمكن مع المراهقين كمان، مثل ما حكيت حضرتك انه نورجيهم انه نحن حاسين باللي عم يحسوه، متفهمينهم، فهمانين شو ممكن يمرقوا، هذا الباب والمدخل الاوسع. هلا هون بدنا نحكي، بما انه اليوم العالمي للصحه النفسيه، ما زلنا بمجتمعاتنا رغم كل ما يحصل في وصمة، هناك وصمة لموضوع الاختصاص النفسي. أكيد تحسننا أشواط عن السنوات الماضية، ولكن ما زال هناك وصمة. كيف نقنع هذا المراهق بأنه يزور مختص أو طبيب نفسي ومن دون ما يشعر به؟ يعني هل أنت مع أنه الأهل يخبوا أو يتركوه هو إذا حابب يشارك مثلا؟ يعني كيف الآلية؟ نحن اليوم عم نسأل أسئلة ربما العالم تجاوزها منذ زمن، ولكن بمجتمعاتنا خلينا نكون واضحين، نحن بحاجة لكل خطوة تكون مشروحة حتى نوصل لنتيجة جيدة نوعا ما. كيف نقنع المراهق بمراجعة الطبيب النفسي؟ حقيقة ليس بالأمر السهل، خاصة مثل ما أشرتي سيدي ولاء بمجتمعاتنا، ولكنه أمر ضروري. هون من المهم تكون يعني كشف الاكتئاب بشكل مبكر، لأنه العلاج أسهل، وكلما تأخرنا مو فقط العلاج يسهل، وإنما مضاعفات الاكتئاب قد تنتهي بأنه يعني يترك التعليم،
أو يفقد حياته كاملة. المخدرات. المخدرات يلجأ، لأنه يعني يلجأ للمخدرات حتى يخفف من معاناته. ومع الأسف الكبتاجون وخيره، صحيح. مع الأسف نعرف المشهد في سوريا. ذكرتي فكرة هامة، أنه هل الصراحة مطلوب؟ نعم، لابد من الحديث المباشر والصريح مع المراهق. يعني المراهقين في هذا العصر صاروا أوعى من خلال السوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا إلى جوانب سلبية بس، ولكن إلى جوانب إيجابية. أنا ممكن يعني أعرض عليه هذا اللقاء الذي الحوار الذي يدور بينك وبيني الآن، يمكن الأهل أنه يعرضوا عليه هذه المقابلة ويشوف إذا يعني تنسجم أو تتلاقى مع بعض الأشياء التي يشعر بها. شيء من الحساسية، شيء من الاحترام للمراهق. المراهق كثير في عصرنا يحتاج أن يشعر بأنه محل الاحترام ومحل التقدير، أنه أنا معك مو ضدك. فتعال أنت وأنا، على فكرة قد لا يكون أحد الوالدين هو أفضل من يتحدث مع المراهق، هي نقطة هامة. صحيح. قد يكون المعلم في المدرسة أو الجامعة، قد يكون طبيب الأسرة، قد يكون صديق له، ولكن عنده شيء من الوعي. لأنه أحيانا كلام الأبوين بتكون يعني محاضرة أخلاقية أكثر من كلام الأبوين بالمراهقة، بيكون تقيل ومنحس دائما بالتنظير ومنحس دائما في أبوة وأمومة من خلال الحديث. ففعلا لما يكون في خال أو عم أو قريب أو صديق للعائلة عنده وعي كافي بيكون أسهل. ويمكن كمان هون لازم ننوه للأهل، غالبا في غيرة عند الأهل بمرحلة المراهقة، أنه أنا اللي لازم ابني يلجأ لي، أنا اللي لازم ابني يحكي لي. أنه صناعة شبكة من العلاقات الآمنة حول المراهق تكون بإدارتهم كأهل ربما تساعد. يعني كمان نحن كآباء عندهم ما يكفي من ما بدي أقول اضطرابات، بس أنه يعني سلوك التربية موحد، فنحن عم نتوارثه جيل بعد جيل. فأدي كمان مهم أنه نحن نحيط هذا المراهق بدائرة نحن واثقين فيها كأهل، وتكون مرجعية له، يعني كان صديقة الأم، صديق الأب، العم، الخال. ومثل ما حكى الدكتور، يعني مشان ما يكون كلام الأم والأب تقيل وهن حاسين أنه كلامهم تقيل والمراهق حاسس نفس الشيء، بس أنه نرفض الاعتراف في هذا الأمر. كما تعلمين المثل يقول مزمار الحي لا يقطع. يعني أحيانا أشرت إلى نقطة هامة، وجود شبكة من الدعم الاجتماعي. الإنسان مخلوق اجتماعي، فبيحب يكون له شبكة علاقات. أنا أبنائي وبناتي بيكونوا بصحة أفضل إذا كان يحيط بهم والناس نثق بهم، بحيث أنه إذا أراد أن يفاتح أحد بشيء يشغل باله، أحياناً قد يجد صعوبة يفاتح والده أو والدته، بينما أسهل عليك يتحدث مثل ما ذكرتي عم أو خال أو صديق أو معلم أو حتى إمام مسجد، بس بده يكون عنده وعي. فوجود الشبكة هذه من العلاقات الإيجابية الواثقة كثير بيساعد الأسرة وبيساعد كامل المجتمع. وأنا آمل يعني من خلال جهود نقوم فيها في المجتمع السوري نوفر مثل هذا، لأنه النظام وضع في نفوسنا أن الإنسان ما يثق حتى بجاري. صحيح. لذلك وجود شبكة علاقات، النقطة التي أشرت إليها جدا هامة في الحفاظ على صحتنا النفسية وصحة أبنائنا المراهقين. حتى لو ما كانت، يعني اليوم أنا وعم بطرح الفكرة كنت عم بتخيل أنه نحن معظمنا مغترب، حتى بسوريا ما ضل هاي الشبكة القوية، حتى لو كانت أونلاين يمكن ممكن أنه تخدم، لأنه عم نتواصل بالنهاية مع أهلينا عبر المكالمات الفيديو، ويعني نوعا ما حاسين بوجودهم، ما انقطعت العلاقة. هلأ خلينا نحكي بموضوع العلاج، لأنه نحن بس نحكي بعلاج ربما سلوكي معرفي بالبداية، وأيضا العلاج الدوائي ربما يقابل برفض من الأهل نفسهم قبل المراهق. ففي كل حلقة أنا بحب أنه نحن نركز على موضوع العلاج ونذكر فكرة أنه العلاج الموصوف من طبيب لا يسبب الإدمان. ويعني أكيد ناطرة أسمع من حضرتك أنه الاكتئاب يعالج حتى نقدر نختم بطريقة إيجابية. مثل ما أن أسباب الاكتئاب عضوية نفسية اجتماعية، كذلك الأعراض عضوية نفسية اجتماعية، والعلاج كذلك عضوي نفسي اجتماعي. نعم هناك العلاج الدوائي، ولكن ليس بالضرورة هو أول حل، إلا إذا كان اكتئاب شديد
لعل العلاج الدوائي ينقذ الإنسان من الوفاة إذا عنده أفكار انتحارية شديدة. وأشرت إلى نقطة هامة، في فكرة خاطئة عند الناس أنه أدوية الاكتئاب بسبب الإدمان والاعتياد، وهذا خطأ. بعدين في العلاج النفسي عن طريق المحادثة، العلاج المعرفي السلوكي، ما أنه أنا أجلس مع المراهق، أتعرف على خلفيته، أتعرف على الأفكار السلبية المعشعشة في ذهني وأستبدلها بأفكار إيجابية. ثم العلاج الاجتماعي، العلاج الاجتماعي بمعنى الأنشطة الاجتماعية، النادي الرياضي. سيدي ولاء، الرياضة مضادة للاكتئاب. صحيح. الشاب عندما يلعب، وخاصة في سن الشباب، عندما يلعب الرياضة مهما كان شكلها، فجسمه يفرز هرمونات مضادة للاكتئاب. فأيضا من خلال التوعية والاحترام والصراحة مع المراهق، هو في نقطة هامة، ممكن أنا أعرض عليه المتوفر وأجعله يشعر أنه هو جزء من اتخاذ هذا القرار. يعني مو أنه أنا أفرض عليه كذا، ما في إلا أنه تفعل كذا، وإنما شو رأيك بالخيارات المتاحة، فيشعر أنه هو جزء أساسي من الحل. مهم جدا هذا الكلام، وصراحة دكتور اليوم من أصعب الحلقات اللي أنا استضفتك فيها، ليس فقط لصعوبة الموضوع، يعني موضوع اكتئاب الشباب فعلا موضوع من أولى بالعام بحز القلب، ولكن أيضا وقت يعني خلال حديثك الصور اللي عم تكون بمخيلتي وربما مخيلة المشاهدين اليوم هي يعني أكيد في ملايين السوريين عايشين حياة شبه مستقرة، بس ما يحدث في إدلب اليوم هو يغطي كامل المساحة وكامل الذاكرة، يعني لا مجال لصور جديدة نخرج خارجها. يعني أنا عم بتذكر الفيديوهات التي تصل من إدلب، الشباب والمراهقين اللي عم يركضوا بالشوارع بس لا ينقذوا حياتهم أو راحة مدرستهم أو فقدوا جزء من عائلتهم. وربما يكون حديثنا مفيد، ربما بالأيام القادمة يكون حديثنا مفيد لإلهم، وربما التركيز على صحتهم النفسية بعد كل هاي الأزمات يكون مفيد لإلهم، لأنه الصدمات تتوالى من منذ سنوات لا تتوقف. بس مع هيك بكل مساحة أمان وبكل مساحة استقرار عم نشوف هدول الشباب نفسهم عم يرجعوا يوقفوا على رجليهم، يقدروا يعملوا شيء. بصباح سوريا عشرات التقارير حول خريجين جديدين، حول زيجات سعيدة، حول مشاريع جديدة. صحيح. صحيح. فيعني أنا بس عم شاركك صعوبة حواري اليوم بالموضوع والحديث بشكل عام عن الصحة النفسية في ظل ما يحصل، ولكن أعود وأكرر أحد أهم رسائل هذه الفقرة أننا من حقنا جميعا أن ننعم وأن نعيش بصحة نفسية وأن نصل لمقدمي الرعاية النفسية بطريقة آدمية ونحصل على حقوقنا. قبل ما أختم دكتور، في أي شيء حابب تضيفه كون ممنون لك أكيد. والله أنا الممنون على يعني هالفقرات في الصحة النفسية، وتمتازي أنه مو فقط في اليوم العالمي للصحة النفسية 10 تشرين الأول، ما شاء الله عليك، يعني كل أسبوعين ثلاثة عندك فقرة نفسية، لعله هذا يحدث تراكم توعوي جيد ينفع السوريين في كل مكان. شكرا لك. شكرا لحضرتك. الفقرة النفسية أسبوعية، حضرتك الأسبوعين ثلاثة ضيفنا، ما بيخلوني طلع كل مرة. يعطيك ألف عافية ربع دكتور مأمون المبيض، الاستشاري النفسي من إيرلندا. شكرا لك. الاستشاري الطب النفسي من إيرلندا، شكرا لك.